بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رح نبدأ بأول فيديو من الفيديوهات اللي وعدناكم فيها. الفيديو الأول رح يكون عن شرح الكوفراج وبعض الملاحظات الهامة اللي رح نشرح فيها كيفية الرسم على الأوتوكاد. طبعا لازم ننوه لشغلة إنه الفيديو رح يفهمكم تقريبا الكوفراج بشكل سريع جدا بحيث تفهموه فورا، اي شيء ما فهمتوه بترجعوا تعيدوا بالفيديو. ولكن مع هالشي كله المحاضرة 12 لازم تقروها. المحاضرة 12 بعد ما تكونوا شفتوا هذا الفيديو ما رح تاخد معكم الا اقل من نصف ساعة كاملة يعني باذن الله تعالى، لانه اكيد مو كل شيء بالمحاضرة 12 انا ممكن احكيها، لا بجوز انا كون حاكي كل شيء، ولكن لازم تقروها، منه بترسخوا الافكار ومنه بتفهموا شو عم احكي تماما. بعد ما تدرسوا، بعد ما تشوفوا هذا الفيديو بتروحوا بتدرسوا المحاضرة 12، بعدين بتروحوا بتشتغلوا بقى بالكوفراج. وان شاء الله نحن بهذا الفيديو رح نشرح كيف بالضبط يرسم الكوفراج على الاوتوكاد. طبعا لا تنسوا كمان انه انا هون ما رح جاي هون عشان اعلمكم اوتوكاد، هون يلي بيعرف بعض من الاوتوكاد بيعرف شوي من اوامر الاوتوكاد، انا رح احكي جميع الاوامر، رح احكي طريقة الرسم كيف شلون ترسم، يعني شلون بتبلش بالرسم، شلون بتبلش بالمسقط، لانه كثير منا بيعرف اوتوكاد ما بيعرف شلون يبلش بمسقط، ما بيعرف شلون يبلش يرسم. لهيك انا رح علمكم اللي بيعرف اوتوكاد، اكيد اللي ما بيعرف اوتوكاد يعني اكيد ما رح اقدر اعلمه انه والله بتساوي هيك بتعمل هيك، اكيد ما فيني يعني اشرحه، فانا بشرح اللي بيعرف اوتوكاد ولو شوي صغير رح يمشي معي باذن الله. هلا طبعا الطلب الاول من المشروع هو رسم كوفراج للهوردي. طبعا انا لما كنت عم قلكم انه حنتعلم بهذا الفيديو رسم الكوفراج، هو كوفراج الهوردي. طبعا الكوفراج في كوفراج المصمطة باتجاه واحد، في عندي كوفراج المصمطة بالاتجاهين، في عندي كوفراج البلاطة المفرغة باتجاه واحد اللي هو الهوردي، حسب الطلبات او حسب البلاطة اللي عم نشتغلها. بما انه الطلب الاول هو الهوردي والمحاضرة 12 هي هوردي، فلحنا القصد بهذا المشروع انه نحن حنشرح كوفراج بلاطة الهوردي. طبعا هذا هوردي خالص، لوحة تنفيذية خالصة للهوردي. هذا المشروع هو مشروع شخصي تبعي حاشرح عليه. الهوردي مثل شرحناها بالمحاضرة 12، مثل ما قلت لكم يفضل بعد ما تسمعوا هذا الفيديو وقبل ما بلش فيه طريقة رسم اوامر اوتوكاد بتروحوا على المحاضرة 12 بترسخوا الأفكار منيح، بعدين بترجعوا بتكملوا بطريقة الرسم وشلون منبلش. الهوردي هي عبارة عن بلاطة ما بتكون كلها بيتون مثل البلاطة المصمطة، يعني هي هي البلاطة، هي حدود البلاطة، هي اسمها حدود الملكية. هي الحدود هي ما بتكون البلاطة عبارة عن كاملة بيتون مسلح، وإنما بنضع فيها قوالب بالاتجاه الطويل إلى، مو الاتجاه العامل، الاتجاه الثانوي إلى، لأنه الاتجاه الرئيسي هو الاتجاه العامل للبلاطة، الاتجاه الثانوي هو الاتجاه المعامل للبلاطة. فنضع فيها قوالب، هي القوالب بتكون إما قوالب دائمة مثل البلوكات تبع الهوردي، بنحط فيها بلوكات، هذا القالب هو عبارة عن القالب يمتد من هون لهون، بنحط فيها بلوكات، هي الجزء المستطيل الواحد هو البلوكي. أو بتكون عبارة عن قوالب مؤقتة، بنحط هذا القالب بنحطه وقت الصب، وبعدين بعد التصلب بنقيمه فبيبقى مكانه فارغ. عرفت شلون؟ الغاية طبعا من الهوردي هو اقتصاديا تخفيف الوزن الذاتي، اقتصاديا انه ما بتكون كلها بيتون، وانما مفرغة، بتكون اسمها بلاطة مفرغة، بتكون مفرغة بقوالب، هي القوالب بتكون اما بلوك او بتكون قوالب مؤقتة. الهوردي، هلا الهوردي بتتألف من عدة عناصر. هلا قبل ما نشرح عن الهوردي بدي اشرح عن عناصر الهوردي، يعني قصدي قبل ما اشرح عن عناصر اللي لازم تكون بقلب اللوحة، لوحة التنفيذية النهائية عند التسليم، لازم انا اشرح بعض المعلومات يلي مما تتألف الهوردي من عناصر رئيسية وعناصر انشائية. رح نشرحها بإذن الله خطوة خطوة. طبعا الهوردي بتألف من العناصر التالية. العنصر الأول هو البلوكات. البلوكات هي بتكون بالاتجاه العامل لبلاطة، طبعا الاتجاه العامل لبلاطة ببلاطي هو الأفقي، وهلا حنعرف شو يعني الاتجاه العامل شو الاتجاه الغير عامل. الاتجاه العامل لبلاطة هو الاتجاه الأفقي بهي الكوفراج اللي أنا عندي إياه هلا. بالاتجاه العامل لبلاطة
بتكون غالبا وليس دائما غالبا ابعاد البلوكه اللي بنشتغلها احنا بالمشروع او بالمشروع بالحياه العمليه واللي احنا بنشتغلها بمشروع الخرسانه 2 بتكون ابعاد البلوكه الوحده هي من هون لهون 35 بالاتجاه العامل البلاط اللي هو الافقي وبتكون الاتجاه الشاقولي هو 20 سنتي 35 ب 20 سنتي هي ابعاد البلوكه اللي انا بشتغلها. البلوكات بيضع اتجاهها بهذا الشكل هو الاتجاه الثانوي الاتجاه المعامل البلاطه بين كل صف عمود بلوك يعني بين كل عمود بلوك هذا بسموه عمود بلوك بين كل عمود وعمود بلوك يوجد فيه عصب هذا العصب بنسميه العصب المتكرر ليش سميناه متكرر لانه متكرر بين كل عمودين بلوك هي واحد هي اثنين هي ثلاثة هي أربعة هي خمسة هذول كلهم بسموهم اعصاب المتكررة اذا الهورتي بتتالف من البلوكات وبتتالف ايضا من الاعصاب المتكررة. الشيء الثاني اللي بتالف منه الهورتي هو بسموه الاعصاب العريضة هذا هو عصب عريض بيكون موازي للعصب المتكرر هذا هو العصب المتكرر هذا عصب عريض طرفي هذا عصب عريض وسطي هذا كمان عصب عريض وسطي هذا عصب عريض طرفي. طبعا هذا العصب بيمتد للأخير يعني من هون لهون هذا كله جملته الإنشائية هو جائز بفتحتين مع ضفر وهون نفس الشيء فتحتين مع ضفر هون عبارة عن فتحتين مع ضفر هاد شايفينه هذا عبارة عن فتحتين مع ضفر هون وضفر هون وهذا فتحتين مع ضفر هون ضفر هون هذا بسموه هذا العنصر الموازي للأعصاب المتكررة بسموه عصب عريض إما عصب عريض بيكون وسطي مثل هدول الاثنين أو عصب عريض بيكون طرفي مثل هذا العصب الموجود عندي. إذا بالإضافة لشرحنا للأعصاب المتكررة والأعصاب العريضة الوسطية أو الطرفية ننتقل للعنصر التالي اللي هو الجوائز. الجوائز بتكون محطوطة بالاتجاه العامل للبلاطة مثل ما قلنا هي البلاطة اللي أنا عندي إياها بلاطة الهردي اتجاه العامل باتجاه الأفقي هيك فإذا عندي هذا جائز طرفي طرفي جاي على الطرف هذا جائز وسطي مثل ما شايفينه ب 2 1 يعني الجائز رقم 2 الفتحة الأولى ب 2 2 الجائز نفسه هذا طبعا ممتد من هون لهون جملته الإنشائية 3 فتحات فإذا الجائز رقم 2 فتحة 1 جائز رقم 2 فتحة 2 جائز رقم 2 فتحة 3 هي عبارة عن تسميات وعندي كمان هون جائز طرفي آخر فوق. هلا تحديد اتجاه الجوائز والأعصاب شلون بيتم؟ هلا بالنسبة للبلاطة دوما الاتجاه الطويل للبلاطة مثل مثلا هي البلاطة شايفينها هذا البعد من هون لهون طبعا بيتاخد من وسط المساند من يعني من محاور المساند محاور الاستناد فهذا طوله 600 هذا طوله 500 من الوسط للوسط طوله 500 هذا طوله 600 فهذا الاتجاه هو الطويل لبلاطة كمان هذا الاتجاه الطويل لبلاطة هذا الاتجاه الطويل لبلاطة فبنضع البلوكات والأعصاب المتكررة والعريضة بالاتجاه الطويل لبلاطة اللي هذا مثل ما قلنا هذا الاتجاه الطويل لبلاطة. هلا في حال تقارب المجازات مثل هون انا عندي هون مثلا 520 500 هون 400 او هون مثلا 470 هون 420 فهون المجازات متقاربه ففي حال تقارب المجازات انا بحط الاعصاب عندي تمام باتجاه عدد الفتحات الاقل فهذا المسقط انا عندي بالاتجاه الافقي عندي اول فتحه هي اللي انا معلمها وثاني فتحه ثالث فتحه فبالاتجاه الافقي في عندي 3 فتحات بالاتجاه الشاقولي لهي البلاطة في عندي أول فتحة ثاني فتحة وضفر قصير فإذا هذا الاتجاه يلي زاد عدد الفتحات الأقل هذا الاتجاه عدد الفتحات الأكبر فبحط الأعصاب عندي والبلوكات هذا هو العصب بحطه بالاتجاه اللي زاد عدد الفتحات الأقل يعني لفوق عدد الفتحات الأقل لفوق لو كان عدد الفتحات الأقل عندي لأفقي وكان تقارب المجازات فبحطه على اليسار. هلا دوما 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 بالهوردي نتجنب دائما حصول اتجاهين يعني نحن بنشوف البلاطه كامله هي البلاطه كامله بنشوف اي الاتجاه الافضل والاشمل لكل البلاطه بنحطه اتجاه واحد كثير غلط هلا هو يعني احتمال كثير ضعيف والا للضروره القصوى 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 ولسبب جدا مقنع ممكن نحط من المسقط الواحد اكثر من اتجاه ولكن بمشروعنا نحن مطالبين وحتى بالحياة العملية لازم يكون يعني قدر الإمكان اتجاه واحد. في حال وجود الأطفال في حال وجود الأطفال دوما بنحط نحن اتجاه الأعصاب بالاتجاه البروز الضفر يعني باتجاه الضفر لاحظين هذا الضفر بارز هيك فحطينا اتجاه أعصابه هيك في حال كان الضفر طويل تمام اما في حال كان ضفر قصير ممكن مثلا ما اتقيد بهالشيء حط البلوكات بشكل عرضي او الاعصاب المتكرر حطهم هيك على شكل افقي اذا كانت البلاطه كلها افقيه بينما مثلا
بهذا المثال عند الاتجاه الطويل هو هيك، بينما هون اتجاه هون في تقارب مجازات فبحط الاتجاه على الفتحات الأقل كمان لفوق، وعند الأطفال كلها بروز مثل ما ملاحظين شاقولي، فكمان اتجاه أعصابها شاقولي، فصارت البلاطة كلها الأشمال. الأفضل إنه حطها كلهم هيك اتجاه الأعصاب بشكل شاقولي مثل ما أنا شارح هون، باتجاه بروز الظفر، وباتجاه بروز هذا الظفر كمان شاقولي، وباتجاه بروز الظفر هذا شاقولي، وهذا كمان باتجاه الأطول، باتجاه إن البلاطة الأطول باتجاه الطويل للبلاطة. هون في تقارب مجازات كمان لفوق، فصارت البلاطة كلها بناخد اتجاه أعصابي لفوق. أما الجوائز بتصير هي الاتجاه القصير للبلاطة أو باتجاه العمودي على الأعصاب. أول خطوة معناتها بالهوردي بعد ما شرحنا لكم شو هي الأعصاب المتكررة وشو هي بلوكات، شو هي الأعصاب العريضة، شو هي الجوائز اللي هي هي وهي الأعصاب المتكررة، لازم نحدد اتجاه كل وحدة على مسقطنا. فنحن بمسقطنا بعد ما نعرف الأبعاد كلها ونعرف الاتجاهات لبروز الأطفال، منحط مثل ما قلنا منحط اتجاه للأعصاب ونساويه شامل على كامل البلاطة. اتجاه الأعصاب كان هون شاقولي، فاتجاه الجوائز اللي هي الأعصاب الأعصاب محمولة على الجوائز، الجوائز بتحمل أعصاب، بنحطها بالاتجاه العمودي على الأعصاب. إذا العصب هيك أنا حاطه شاقوليا فبنحطه الثاني أفقي. هيك بنكون حددنا أيضا اتجاه الجوائز والأعصاب المتكررة والجوائز الطرفية والوسطية، هذا طرفي هذا وسطي، حددنا اتجاههم بالمسقط كاتجاه. هي كخطوة أولى من خطوات المشروع. طبعا لازم ترجعوا مثل ما قلنا للمحاضرة 12 لتعرفوا في حال عندي أكثر من ظفر وأكثر من اتجاه شو. هلا الخطوة اللي بعدها بعد ما حددنا الاتجاه بنحدد الأبعاد. بنحدد الأبعاد، قبل ما حدد الأبعاد بدي اشرح كم شغلة شو لازم يكون ببلاطة الهوردي أو على لوحة التنفيذية للهوردي. أول شغلة لازم يكون في عندي المحاور. المحاور دوما عند الانتهاء من الرسم بيكون اسمها محاور تأكيس، توضع في زوايا الأعمدة الطرفية. لاحظين توضع محاور تأكيس، هذا محور وهذا محور، توضع في زوايا المحاور الطرفية، هي عند الانتهاء من رسم الهوردي كاملة. وخط الأبعاد لازم يكون في عندي خطين أبعاد خارجيات، خط أفقي وخط شاقولي، بنحط عليه التباعد بين المحاور، ولما يكون في عندي ضفر بين الطرف الحل للضفر وبين المحور، مثل ما قلنا عند الانتهاء بتكون محاور بزوايا العمود. بينما في بداية الدراسة، بداية دراسة الهوردي وأول ما تبلشوا الشغل، هذا المحور بيكون في منتصفات الأعمدة جميعها، تمام؟ يعني هذا المحور ما بيكون بالزاوية، بيكون بالمنتصف، وأيضا هذا المحور بيكون كمان بمنتصف العمود في منتصف المساند. هاي خطوة كتير مهمة ولازم نعرفها بداية مشروعنا، انه المحاور بنحطها بالمنتصف فقط للدراسة، عشان دراسة لتحديد الابعاد مثل ما بنشوف بعد شوي. هلا اذا لازم يكون في عندي المحاور عند الانتهاء بالزوايا، بسموها محاور تأكيس تنفيذية، ولازم يكون عندي خطين ابعاد شاقولي وافقي، ولازم يكون في عندي خطين او خطوط ابعاد داخلية مثل ما شايفين، بيمتد من البداية للنهاية، من بداية المسقط هاد لنهايته، وكمان واحد من هون لهون. في حال عندي هون قسم غير هاد كمان بحط هون خط ابعاد، لانه هذا الضفر غير هذا الضفر، فاذا هذا خط الابعاد مثل ما شايفين، تمام؟ بنحط عليه جميع الابعاد بالشكل، الابعاد الجزئية بالشكل شاقولي وابعاد جزئية بالشكل الافقي مثل ما شايفين هون. غير خط الابعاد لازم نحط تسميات. تسميات اول شيء للجوائز، الجوائز بنسميهم كما في محاضرات الجوائز بي واحد واحد، الجائزة الاول الفتحة الاولى، وبنحط بين قوسين شغلتين. اول شغلة هي عبارة عن عرضه بي، تاني شغلة هي سماكة البلاطة او ارتفاعه. ما هو ارتفاعه بالهوردي اذا كان مخفي يساوي نفس سماكة بلاطة الهوردي مثل ما قلنا الهوردي، لانه ذات جوائز مخفية. فإذا بنحط بين قوسين بي واتش، بي هو عرضه بنحدده هلا بنشوف شلون بنحدد، وارتفاعه اللي هو نفس سماكة البلاطة كمان بنحددها كما بالمحاضرة 12، ما رح اشرحها هون اكيد، بترجع للمحاضرة 12 نعرف شلون طلعنا سماكة البلاطة. هلا شغلة تانية غير تسمية الجوائز، بنحط تسمية العصب، العصب العريض طبعا غير العصب المتكرر. العصب العريض دبليو ار كمان اما 1 1 1 2 2 1، نفس التسميات تماما. العصب العريض ممتد من هون للأخير، فهذا هو العصب الأول الفتحة الأولى، هذا هو العصب الأول الفتحة الثانية، هذا هو العصب الأول الثاني الفتحة الأولى، هذا العصب الثاني الفتحة الثانية، هذا العصب الثالث الفتحة الأولى،
إلى آخره. هيك بنكون كمان سمينا الجوائز وسمينا الأعصاب العريضة. الشغلة الأخيرة هي تسمية الأعصاب المتكررة. العصب المتكرر هو عبارة عن عصب من هون لهون، هذا بسميه عصب متكرر، بسمي له تسمية. العصب المتكرر كمان له جملة إنشائية نفس العصب العريض، يعني هي شيء له جملة إنشائية. فالجملة الإنشائية لهذا العصب من هون يبلش لهون، فهو لاحظ أنه هو عبارة عن فتحة، فتحة تانية وضفر، فهو عبارة عن فتحتين وضفر. هذا هو العصب الأول فتحة الأولى، هذا هو العصب الأول فتحة الثاني، هذا هو العصب الأول فتحة الثالثة، فبنسميه R13 R12 R11. بنجي للي بعده، هذا عصب كمان لنا بالاتجاه الطويل للبلاطة، شايفين شلون بالاتجاه الطويل للبلاطة، فكمان بنسميه R21 R22 R31 R32 R33. يعني العصب الثالث الفتحة الأولى، هي أول فتحة له، هي ثاني فتحة له، هي ثالث فتحة له، هو العصب الثالث المسقطي، فبسميه R3. بهالحالة كمان بكون وضعت على لوحة الهوردي محاور أبعاد خارجية أبعاد داخلية، وبحط تسميات الأعصاب المتكررة والعريضة والجوائز الطرفية سواء كانت أو وسطية. الشغلة الأخيرة اللي بحطها هو ما يدعى خط انتشار. خط الانتشار بيكون بهالشكل، هاد سهم بيبدأ من وجه العصب المتكرر الأول لوجه العصب المتكرر الأخير بكل مسقط بلاطة، لكل مسقط بسمون هدول البلوكات، بكل مسقط بلوكي، بكل مستطيل في بلوكات بنحط فيه عصب، بنحط فيه خط انتشار على الاعصاب المتكرره. اذا هذا عصب متكرر فبحط فيه خط انتشار، هذا كمان فبحط فيه خط انتشار. لاحظوا من وين بيبدا، من هذا العصب، هذا اول عصب وهذا اخر عصب، شايفين بحطه هون، وبحط على كل مستطيل لاحظين كله خطوط انتشار. طبعا هذا الشيء كله كمان مشروح بالمحاضرة 12. بهالحالة بنكون حددنا جميع عناصر اللي لازم تكون بلوحة الكوفراج. هلا بننتقل لكيفية ايجاد العرض، عرض كل من الاعصاب العريضة وعرض كل من الاعصاب المتكررة وجوائز الطرف. هلا تحديد الأبعاد، مثل ما قلنا بداية، أول شيء بنحط جميع المحاور في منتصفات الأعمدة عند الدراسة في منتصف المساند. بنحاول لحنا نطبق لأنه محور الجائز، بنحاول دوما نطبقه على محور العمود. إذا ما طبق مو مشكلة، يعني 90% ما رح يطبق عليه. بداية بنطبقه بس بعدين بنلاقيه ما تزبط لأنه بتتعدى الأبعاد، فإجباري إنه قدر الإمكان يكون محور هذا العصب العريض أو محور هذا الجائز يكون إن ما كان بمنتصف العمود يكون ضمن العمود، عشان لا مركزية ما تكون كتير كبيرة. هلأ تحديد الأبعاد، أول بعد بنحدده هو الجائز الوسطي، الجائز الرئيسي الوسطي يلي هو بيكون بالاتجاه القصير للبلاطة بالاتجاه العامل وبيكون وسطي. هذا العنصر اللي هو الجائز الوسطي بناخذ بعده هو اما ال على 4، من ال على 4 لل ال على 5، ولك حرية الاختيار. فمثلا هون ال هو طبعا ال هي طول المجاز الاكبر من المنتصف للمنتصف، فهون 550، هون من المنتصف للمنتصف مو 520، 500، لانه انا اخذ عرض المسند كله 40، فللنص هو 500، هون 550، هون 450، فالاكبر هو 550. فباخذ انا هذا الجائز، باخذ طول مجاز الاكبر فرضا 550 على 4 لل 550 على 5، يعني انا شلون ما بدي بختاره. فرضا طلع معي 120، هذا بيكون بعد اولي، هذا ال 120 بيكون بعد اولي، طلع انا معي انا 120 فرضا، انا اخترته 120، هذا بعد اولي رح يتغير. هلا بنشوف ليش رح يتغير، فهذا بعد اولي، يعني 120 اذا اخترته 90 مو مصيبه، اذا اخترته 100 مو مصيبه، اذا اخترته 130 140 كمان مو مصيبه، المهم انه يكون قريب كمان من المجال اللي طلع معي انا. وهلا بنشوف شلون يتحدد، بيكون محوره منطبق على محور عمود بدايه، فبنطلع 60 لفوق 60 لتحت وبنرسم خط. هاد مثلا 120 طلع 60 لتحت، نزل خط 60 لتحت، هلا بنشوف تماما على اوتوكاد شلون بيرسم 60 لتحت 60 لفوق، فطلع خط كامل، هون خط بيطلع وهون بيطلع خط كامل، هو عباره هذا الخط هو الجائز الوسطي اللي عرضه 120. هلا الجائز الطرفي والعصب العريض سواء كان طرفي ولا وسطي، مع الجائز الطرفي له بعد واحد طبعا اولي، هذا بعد اولي، يعني مثلا هون لاحظ انه هون 80، انا عندي اياه هون صح 80 بالصدفه، ليك وعندي هون 90، فهذا 80 هذا 90، هذا عصب عريض
80 هذا عصب عريض 90، فيعني مو ضروري ابدا 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 يكون العصب العريض مثلا هذا عنده عصب عريض 95، مو ضروري يكون نفس الجائزة الطرفي، ولكن كيف بتحديد ابعاد اوليه بنختاره نفسه. هلا بعد ما اخترنا نحن عرض الجائز الوسطي، ناخذ عرض الجائز الطرفي او عرض العصب العريض من نص لتلتين عرض الجائز الوسطي، يعني من 0.5 الى 2 على 3 من بي، بي هو عرض الجائز الوسطي، بختاره كمان بعد اولي. هلا العصب العريض الوسطي كمان ما بيكون عندي المحور بالنص، مثلا طلع معي انا فرضا 80، حنشرح على هذا، بروح 40 على اليمين و40 على الشمال، كمان برسم خطين، خط هون بيبعد 40 عن المحور وخط هون بيبعد 40، فصار كله 80 مثل ما طلع معي من الحسابات. كمان بيطلع على طول المسقط خطين، هدول الخطين هن عباره عن عرض العصب العريض. كمان جائز الطرفي مثلا طلع معي فرضا 80، فببدا هون مو من المحور، ببدا من طرف البناء من هون وبطلع فيه مسافه 80، هون كمان ببدا من طرف البناء وبطلع فيه مسافه 80. هلا مع الانتباه انه عند وضع البلوك انا يعني لازم، طبعا مو لازم ضروري ضروري، ولكن يفضل انه انا ابعد عن بدايه البلوكات بالضفر، بدايه البلوكات عند الضفر، هذا هو الضفر، ببعد من اول صف بلوك لوجه العمود مسافه 10 سنتي، طبعا مو ضروري ولكن يفضل. وكمان لازم ابعد من اخر صف بلوك للطرف الحر، هذا بسموه عصب حامل للتصوينه، لانه هون في عند الطرف الحر في تصوينه، يفضل اختياره بين ال 20 ل 30، وبعض الاحيان بتطلع 10 مثل ما هون انا طالع عالي جدا بيطلع 10، مو هالمصيبه يعني. مثل ما قلنا في عصب حامل للتصوينه بيكون عرضه من 20 ل 30 سنتي، ومو مشكله اذا كان 10. ونفس الشيء هون يفضل، مو ضروري ولكن يفضل، انه يبعد صف البلوك مثل ما شايفين هون عن وش العمود مسافة 10 سنتي. بهالحالة إن شاء الله بتكون تحضرت معنا وفهمت كامل لوحة الكوفراج. البلوكات مثل ما قلنا بعد ما حددنا نحن عرض العصب الطرفي، مثلا طلع معي 80 بطلع 80 من وش البناء هون بطلع 80، ونفس الشيء العصب العريض الطرفي بطلع مثلا طلع 80 بطلع من وش البناء بروح هيك 80، العصب العريض طلع معي فرضا هون 95 بروح نصه لهون نصه لهون، طلع معي 80 نصه لهون نصه لهون، كمان هون بيطلع معي 80، فهو من الطرف البناء كمان فوت لجوا 80. الجائزة الوسط طلع 120 بروح 60 ب 60. بهالحالة بتحدد معي بالنص المستطيلات، اخر شيء بالنهاية بتحدد معي المستطيلات اللي بينوضع فيها البلوكات بكل من الاطفار وحتى بالمجازات اللي بالبلاطة. هون بعد ما بتحدد العرض هون والعرض هون والعرض هون والعرض هون، بيطلع فيه مستطيل محصور بالنص، هذا المستطيل هو المستطيل اللي رح يوضع فيه البلوكات. طبعا يفضل هلا العودة للمحاضرة 12 تماما، تقرأوها على السريع على السريع، مجرد تصفح يعني بتشوفوها ان شاء الله بتفهموها بتترسخ الافكار جيدة. هذا كل شيء بالهوردي، وهذا شرح كوفراج الهوردي. هلا الفيديو الاخر رح يكون عن كيفية الرسم على الاوتوكاد، طبعا مثل ما قلنا للمتعلمين اوتوكاد مو اللي ما بيعرف اوتوكاد بالمرة. هلا هون رح ننتقل عن كيفية الرسم على الاوتوكاد. مثل ما قلنا بعد ما نحن قلنا شلون بنرتسم يدويا، وشرحنا ابعاده واتجاهاته واتجاهات العناصر، شرحنا شو لازم يكون عندي بالكوفراج، نتجه لرسمه على الاوتوكاد. بداية ببداية رسم اي مشروع، اول شيء بنرسم المحاور، ومثل ما قلنا بالبداية بنرسم المحور وسط العمود، يعني هاد مو هون بيكون اول شيء، هاد بيكون هون، فبنرسم المحاور بتعليمة XL انتر XL انتر، بعدين بيقول لي بدي اياهم انا محاور V او H شاقولي ولا افقي. فاول شيء مثلا برسم الشاقوليات وحدد الابعاد بيناتهم بالنسبة للقطبية، طبعا هذا اللي بيفهم عليه هلا اللي عم يفهم اوتوكاد، او اللي والله ما بيعرف كثير بالاوتوكاد برسم اول محور، بعدهم بحط نسخ كوبي بالارتفاع، مثلا هذا ارتفاعه 400 مثل ما قلنا بيكون بالمحور اول شيء، فبنرسم اول محور بعدين كوبي بنطلع فيه 400، بعدين كوبي بنطلع فيه 600، بيرتسم ثلاث محاور، بعدين بحط كمان XL انتر محاور شاقولية، كمان بحط المحور بمنتصف العمود الى اخره، بنكمل المحاور. بعد ما بنرسم المحاور بنحط الاعمدة بمكانها، الاعمدة بنفرض بداية ابعادها 40 ب 40، بداية المشروع لسه ما صممنا اعمدة انه، فبهالحالة بتحدد عندي اول شيء المحاور تعليمة الاكسل انتر
افقي وشاقولي، بعدين بنحدد في بنحط في الاعمده، ومن ثم بنرسم ملكيه البناء. ملكيه البناء بنرسم اما مستطيل اول شيء، بعدين بتطلع منه بدك الانتر 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 شلون ما بدك، يعني خط 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 ترسمه طبعا طريقه معتة، او بترسم مستطيل مثلا من هون لهون، بعدين بتطلع بالاصفار، بعدين بتمحي التريمات بالتريم تعليم التريم، بتمحي الباقي. بهالحالة بتحدد معي هذا الشكل هذا. طبعا الابعاد انا ما قمته، مو مشكلة. لحد الان هذا بيرتسم. هلا مثل ما قلنا اول شيء المحاور بتكون بالنص. الخطوة اللي بعدها انه نحن بنحسب على الورق، على جنب على ورق بنرسم فيها ابعاد. اول شيء طبعا بنحدد الاتجاهات. هلا بعد ما ارتسم معي انا بحدد الاتجاه، فطلع معي انا والله هذا الاتجاه الطويل هيك، وهذا الاتجاه الطويل هيك، هذا الاتجاه الطويل هيك، والاطفار لهون كمان هيك صار شاقولي، هون في عندي ظفر كمان شاقولي، هون في تقارب مجازات باتجاه عدد الفتحات الاقل، فطلعت معي البلاطه كلها 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 هي اتجاه الاعصاب فيها، والبلوكات شاقوليه. هلا بدي احط الابعاد، فهذا عندي انا هون جائز طرفي، هون عندي جائز وسطي بالاتجاه العامل، وهون عندي جائز طرفي. الجائز الوسطي حددنا ابعاده على الورق مثل ما قلنا، ال على 4 لل ال على 5. ففرضا طلع معي انا 100 او طلع معي 120، فانا عندي هذا المحور بطلع 60 لفوق بخط و60 لفوق و60 لتحت بخط، يعني بنحط ال انتر تمام، وبنطلع من وسط العمود مسافه 60، بيطلع معي هون الخط عفوا، برد نحط الانتر، بطلع مسافه لفوق 60، بيطلع معي هون خط، برسمه للاخير، بيطلع معي هذا الخط، شايفينه؟ هذا هو طلعنا 60 لفوق، كمان بدي ارسم خط ثاني 60 لتحت، او تعليمة الاوفسيت 120 لانه عرضه كله 120، برسم هاد هيك لتحت. فبهالحالة انا تحدد عندي البعد من هون لهون هو الجائز الوسطي. بنفس الطريقة تماما، بنفس الطريقة تماما للجائز الطرفي، ففرضا مثلا انا طلع معي 60 او طلع معي 80، فبرسم كمان خط بطلع من هون لهون 60 من الطرف، بطلع من هون لهون 60، وبرسم خط هيك، فرضا مثلا حيطلع معي 60، ف برسم خط مثل ما قلنا من الطرف، فرضا طلع معي مثلا 60 او 80، حنفرضه 60، طلع معي هيك، كمان برسمه من هون للاخير، وهذا هيك بيكون تحدد معي انا عرض الجائز الطرفي. نفس الشيء قلنا العصب الطرفي او الاعصاب العريضه بشكل عام، هذا عصب عريض وهذا عصب عريض، هذا عصب عريض طرفي ولا وسطي ما بيفرق، بيكون عرضه تماما كعرض هذا الجائز الطرفي. ففرضا انا فرضته 60، فكمان برسم الانتر، برسم خط ببعد 60 وبطلع لفوق، كمان بهالحالة هون اتحدد معي انا عرض الجائز الطرفي. نفس الشيء هون، عفوا العصب العريض، ونفس الشيء هون عندي عصب عريض كمان بدي اروح 60، فبرسم كمان خط ببعد من المنتصف، من منتصف مو 60 طلع معي، فمن المنتصف بروح هيك 30 وبروح هيك 30، بمنتصف العمود طلع معي انا 60، فبروح هيك 30 وهيك 30، ففرضا رحنا هون 30، ارتسم معي 30، كمان بنفس الطريقة برسم ال من الطرف الثاني كمان بروح هيك 30، فصار انا عندي كمان هون بعد عن المحور هيك 30 وهيك 30. هلا بهالحاله اذا بنلاحظ بهذا البلاطه تحدد معي هذا المستطيل تمام. هلا لما انا ارسم لكل البلاطه لكامل البلاطه، برسم عرض، برسم العرض تبع العصب العريض لهون، وعرض العصب العريض لهون مثل ما قلنا نصه لهون ونصه لهون، وهون عندي عصب عريض نصه لهون نصه لهون، والجائز الطرفي بينزل كمان طوله من الطرف لهون، الجائز الوسطي طلعنا نصه لهون نصه لهون، كمان تحدد كمان رسمنا الخطين، فبنلاحظ انه بكل مسقط من مساقط البلاطه بتحدد معي مستطيل مثل هذا. هذا المستطيل هو اللي حنوضع فيه البلوكات على الشكل الاتي، معناتها لا لا هون انا ما رسمته كله، حاشرح بس على هذا المستطيل لانه الباقي لكل المسقط نفس الشيء. بعد ما حددنا اذا عرض الاعصاب العريضه وعرض الجوائز الطرفيه والعصب العريض والجائز الوسطي، بيرتسم معي لا
تلقائيا حنشوف تشكل مستطيل. هذا المستطيل رح ينتهي ببلوكي ويخلص ببلوكي، ومن هون ينتهي ببلوكي ومن هون يخلص ببلوكي. هلا رح نتعلم كيفية وضع البلوكات جوات هذا المستطيل. هلا الخطوة اللي بعدها، بعد ما تشكل عندي المستطيل بدي ارسم بلوكات. هذا المستطيل مثل ما قلنا بالاتجاه العام للبلاطة اللي هو الافقي، رح يكون عندي انا بلوكي وعصب، بلوكي وعصب، بلوكي وعصب. رح ابدا ببلوكي وانتهي ببلوكي، ابدا ببلوكي وانتهي ببلوكي. فلازم يكون ابعاد هذا المستطيل، تمام، ابعاد هذا المستطيل يكون من مضاعفات الخمسين زائد عرض البلوكي. الخمسين هي عباره عن البلوكي 35 زائد العصب المتكرر لازم يكون عرضه 15 سنتي. هي يمكن معلومه نسيت اولى، العصب المتكرر لازم يكون عندي اياه 15 سنتي. العصب المتكرر اللي لنا بين بلوكات بيكون عرضه 15 سنتي. فالبعد بين محاور العصب المتكرره بيكون 50 اللي هو عباره عن العصب زائد عرض البلوكي بهذا الاتجاه، ف 35 و15. ومثل ما قلنا هذا الخط بده يبدا ببلوكي وينتهي ببلوكي، فلازم يكون هذا المستطيل اللي انا بدي اوضع فيه، بدي احط فيه البلوكات، لازم يكون على الطول العام للبلاطة او العمودي على الاعصاب المتكررة. هون في اعصاب متكررة على الخط العمودي على البلاطة، العمودي على الاعصاب لازم يكون هون من مضاعفات الخمسين زائد عرض البلوكي اللي عندي هي 35. فلح يطلع الرقم شغلة 35 او رقمه 85، يعني بده يكون احاده او عشرات، يعني احاده وعشراته اما 35 او 85 بما انه هو من مضاعفات الخمسين زائد 35. فبده يطلع رقم يا 35 يا 85. ونفس الشيء باتجاه الشاقولي عندي بلوكات بلزق بعضها، ومثل ما قلنا البلوكي بتكون 20 20 20 20، فهذا الطول من هون لهون لازم يكون من مضاعفات ال 20. هلا انا لريح حالي من هالمتاهه برسم بلوكي بالمنتصف تعليمة المستطيل، بطلع فيها بتكون ابعادها بنحط شيفت ات، ابعادها على الافقي 35 بنحط فاصله، على الشاقولي 20، فبترتسم معي هي البلوكي، تمام. هلا بنحط تعليمة المصفوفة AR Enter، بعدين عم يقول لي حدد العنصر حددناه، بنحط Enter، بعدين بنحط Rectangular R، فطلع معي بتكبسوا Enter. هلا بنحط بنحدد عليه هون وبقائمة البروبرتيز على جنب. هذا هو المستطيل بدي احط فيه بلوكات. أول شيء عدد الأعمدة بنتركه فاضي. التباعد بين الأعمدة مثل ما قلنا 50 اللي هو عرض العصب 15 زائد عرض البلوكة، فبنحطه 50. فصار من هون لهون، من هون لهون 50 اللي هو 35 والعصب 15، تمام. تباعد بالاعمده بياخذ من هالنقطه لهالنقطه من بدايه البلوك لبدايه البلوك الثاني، فهو 15 و35 50، فحطيناه هون على جنب 50. عدد الصفوف ما بعرفها. هلا التباعد بين الصفوف بما انه انا البلوكي عندي اياها ملزوقه ببلوكي، فمن هون لبدايه البلوك الثاني 20، فبحط 20، تمام. فشافوا شوفوا شلون صارت البلوكات ملزوقه ببعضها. فلازم يكون انا عندي مثل ما قلنا بهذا الاتجاه العمودي على الاعصاب المتكرره، هي هي الاعصاب المتكرره، بيكون من مضاعفات ال 50 زائد ال 35، وبالاتجاه الشاقولي من مضاعفات ال 20. هلا انا هذا المستطيل اللي عندي بدي احط فيه التسليح، بدي احط فيه عفوا البلوكات. فبحط اول شيء عدد اعمده 5، بجرب ما زبط بحط مثلا 8، لقينا لسه في مكان فرضا حط فيه 9، عمليك شلون طلع هيك لبراته، فمو مشكلة. بهالحالة أنا بصغر العصب العريض، تمام، بهذا المقدار هذا العصب العريض بصغره، أو بصغر هاد هيك بسحبه على اليمين فبيساوي هدول بالنص. لهيك احنا بداية حسب أول شيء حسبنا أبعاد أولية وسميناها أبعاد أولية للعناصر هي اللي هي الأعصاب العريضة والجوائز حسب أمكنتها. فأنا بالمكان هاد طلع معي في هون في فضاء، فمو مشكلة إما هذا كله مثل ما هو بزيحه لهون أو هذا بصغره حسب كمان المستطيلات الثانية، فهمتوا شلون؟ فلقينا هذا الأنساب، فبنتركهم إذن 9 أعمدة. هلا بننتقل للأسطور، بنروح على الأسطور بنلاقي مبدئيا في 3، بنجرب مثلا 10 بنلاقي لسه في مكان، مثلا بنجرب 13 كمان لسه في فضاء، بنجرب ال 15 او ال 14 كمان في فضاء، بنجرب ال 15 بنلاقيش لون انتهى عنده تماما. اذا هذا جاي المستطيل حفره تنزيل الاتجاه الشاقولي له بعده من مضاعفات ال 20، فمناسب جدا تكبس انتر وخلص من القصه. فبهالحاله لاحظوا انه المستطيل اللي بيوضع فيه البلوكات اجا مكانه او بعده الشاقولي باتجاه الاعصاب
متكررة. ممتاز، شايف شلون طبق تماما، واجا بعده الافقي في زائد الفضاء، فاما بصغر هاد او بصغر هاد. نفس الشيء هاي الخطوه تكررها على كامل مستطيلات المسقط، بهالحاله بيرتسم مع البلوكات. ولا لازم ننسى، ما لازم ننسى ابدا، انه لما ارسم المستطيل هون انا بالضفر بدي بعد عن التصوينه الا مسافه من 20 ل 30 تمام، او من او 10 ممكن، وبدي بدي بعد قدر الامكان، يعني اذا ما زبطت مو مشكله، عن وجه العمود كمان 10، فبطلع هون خط برسم 10 وبطلع هون خط برسم 20، بيساوي معي هذا المكان. هذا المكان لازم يكون شاقوليا من مضاعفات ال 20، فانت هذا الشيء من شغلك. فهون انا عندي 120، انا هون عندي طوله 120، طلعنا 10 من وش العمود صار 110 تمام. هلا نزلنا 20 من هون شو صار؟ صار 90. فانا لازم يكون مضاعفات ال 20 الطول الشاقولي اللي بحط فيه بلوكات، يعني لازم يكون المكان اللي بالنص يا 80 يا 100. اذا اخترته 100 بطلع من هون 10، ومنزل من هون 10 صار بالنص، وهو كله 120 صار بالنص 100، فبحط فيه بلوكات، 5 بلوكات. اذا بدي يا 80 بطلع من هون 10، وبنزل من تحت 30 صار 40، 120 ناقص 40 80، قعد هون البلوكات. يعني البلوكات بالاتجاه الشاقولي له او باتجاه الاعصاب المتكرره لازم يكون البعد يلي بنحط فيه البلوكات من مضاعفات ال 20. بهالطريقه بيرتسم كامل مسقط اوتوكاد. لما نخلص نحن رسم اوتوكاد، في شغله اخيره بدنا نحكيها بعد ما رسمنا اذا كامل اوتوكاد، بنحط الابعاد الداخليه، بنحط ابعاد الخارجيه كامله، وبنحط التسميات. بعد ما بنحط التسميات بيطلع هيك لاحظين، مثل ما قلنا هون انا بعدت عن ضفر هون 10 وبعدت هون 10، عم صفت المسافه كلها، هي عباره عن 100 من مضاعفات ال 20. هلا الشيء اللي نحكيه بقى انه هذا الجائز عرضه 80، لما رحت انا من وش العمود 10 فبهالجزء صار عرضه 90، اللي هو عبارة عن 80 من هون لهون زائد 10 من هون صار 90. نفس الشيء هون كان 80، مو انا بعدت 10 فهي المسافة زادت لهذا الجائز الطرفي. نفس الشيء جائز الطرفي هون كان 80، هون صار 90، هون 80 لانه هون بعدنا كمان 10. هي الشغلات بدنا ننتبه لها، انه الجائز الواحد ممكن يتغير عرضه على طوله. مثل ما قلنا اخر شيء كمان بنحط خطوط الانتشار، بنحط تسميات، بنرجع المحاور للتأكيس لزوايا الأعمدة، بنحط شوية ملاحظات، وبنحط الكليشة، وبنحط الأبعاد. هيك بتكون خلصت كل بلاطة الهوردي. آخر شغلة لازم نحكي فيها هي الشكل الآتي، إنه أنا لما يكون أنا عندي عرض المجاز، أنا هون مالي مساويها، ولكن لما يكون أنا عندي المجاز طوله أكثر من 4، بين 4 وبين 6، المجاز طبعا لهذا العصب المتكرر هو من نصف هذا الجائز لنصف هذا الجائز. فلما يكون انا عندي تحت ال 4 متر فما بحط عصب تقويه، اذا كان بين 4 و 6 بحط عصب تقويه، اذا كان بين 6 و 10 بحط اكثر من عصب تقويه. عرفت شلون؟ ما هو عصب التقويه؟ هو عباره انه قيم صف بلوك بالنص، هذا صف بلوك مثل ما هو قيمه بالنص وامحي، بصير عندي عصب تقويه، يعني بصير على هذا الشكل التالي. شوفوا هذا المجاز مو 620، مثل ما قلنا من الوسط للوسط بيطلع اقل من 600، فاقل من 600 فهو بين 4 و 6، فانا بحتاج لعصب تقويه واحد. عصب التقويه انه انا بقيم بس صف بلوك من هون لهون بالمنتصف، فرضا انا بدي اقيم مثلا هذا الصف، او خلينا مثلا اقيم هذا عشان ما نقسر، فبس بساوي هيك، شايفين؟ هو عبارة عن بس انه بفضي صف بلوك، شايفين شلون؟ صار في عندي عصب تقوية. طبعا ما هون لازم يكون مكانه، لازم يكون مكانه بين نص بلوكات تماما، يعني إذا كان عدد فردي بقيم النصانية بالنص، إذا كان زوجي ما بيأثر بقيمة مبدي، طبعا للكل، يعني هاد من هون لهون أكثر من 4 وتحت الستة فبقيم عصب تقوية، وهون كمان بقيم بساوي عصب تقوية، وهون بساوي عصب تقوية. بهالحالة طبعا هذا الشيء كمان مشروح بالمحاضرة 12 بالتفصيل، بهالحالة بتكون أنا عندي خلصت كامل مسقط الكوفراج وجميع شرحه، و بنكون خلصنا شرح عصب التقوية، ولا تنسوا خط الانتشار والتسميات، وشرحنا كيفية رسمه على الاوتوكاد. بداية بنبلش محاور، بعدين اعمدة، بنحط المحاور بداية بالمنتصف، بعدين بحدد الابعاد وبطلع فيها خطوط وخطوط، بتتشكل عندي مستطيلات، هالمستطيلات بحط
بلوكه بالمنتصف وبطلع الري بتعليمه الري المصفوفه، بعدين بعدل فيها البروبرتيز، التباعد بين الاعمده بيكون 50 وبين الاسطور بيكون 20، بعدين بحط عدد اعمده لحتى يوصل شوف المناسب، وبعدل بقى على الابعاد، لذلك الابعاد هي بتكون بدايه اوليه وبعدين تتعدل. هيك بنكون ان شاء الله انتهينا من كامل مسقط الكوفراج، وبيكون انتهى الفيديو الاول لنا الطلب الاول للمشروع. نتمنى باذن الله نكون فدناكم اي شيء نحن بالخدمه، وان شاء الله هذا الفيديو رح ينزل على الجروب، رح يكون باذن الله له رابط يوتيوب. موفق.